مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم جميعا على الوطنية الأولى في تونس الاقتصادية، موعد جديد مع مواضيع أخرى ومتجددة. اليوم سنتحدث عن تزويد الأسواق بالأضاحي، وسنستضيف الرئيس المدير العام لشركة اللحوم للحديث عن الأسعار وكذلك مدى توفر الأضاحي. سنتحدث عن الدستور الجديد في مضامينه الاقتصادية، وكذلك سيكون معنا في الجزء الثاني السيد وزير التكوين المهني والتشغيل الناطق الرسمي باسم الحكومة للحديث أيضا عن عدة مواضيع تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية وكذلك الاستثمار والتصدير الفوسفات وغيرها من المسائل المتصلة أيضا بقطاعه التكوين والتشغيل. سيرافقني في هذا البرنامج السيد طارق بن جازية، مرحبا بك، الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، أهلا وسهلا، مرحبا بك. وأيضا للاستئناس بخبرة المحلل الاقتصادي والخبير الجبائي سمير عيدة، نستضيفك اليوم، مرحبا بك، أهلا وسهلا. نستضيف أيضا كما قلت بعد قليل في الجزء الثاني السيد وزير التكوين المهني والتشغيل، لكن نبدأ هذه الحصة بجولة عبر الأخبار الاقتصادية. في عناوين الاقتصاد هذا الأسبوع: البنك الدولي يقر مساندة طارئة لتونس لتمويل واردات القمح اللازم لصناعة الخبز والشعير الموجر تربية الماشية. هكذا عنونت الصحيفة الإلكترونية الشارع المغاربي مقالها على إثر إعلان البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين منح تونس تمويلاً جديداً بقيمة 130 مليون دولار، مؤكداً أن هذا المشروع يضع الأسس اللازمة للإصلاحات التي تستهدف معالجة مواطن الضعف والنقائص في سلسلة قيمة الحبوب، بما في ذلك تطوير سياسات الأمن الغذائي ذات الصلة وتحسين تأثيرها على نواتج التغذية وتنويع النظام الغذائي وتدعيم قدرة تونس على الصمود في وجه الأزمات الغذائية في المستقبل، وتقديم المساعدة الفنية لتحديث ديوان الحبوب ومنظومة دعم الغذاء في تونس. توازياً مع ذلك، كتبت إذاعة شمس فم على موقعها الإلكتروني: البنك الإفريقي للتنمية يعرض في تونس خطته في مجال صناعة الأدوية واللقاحات. ويسعى البنك الإفريقي للتنمية وفق ما صرح به مدير عام المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للأدوية في القارة الإفريقية وتحقيق الأمن الدوائي لها جراء ما تعانيه من هشاشة في منظومتها الصحية والدوائية، لا سيما مع انتشار جائحة كوفيد-19. جريدة الشروق تطرقت إلى إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الخالي من الكربون في ورشة نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتونس. وكتبت الصحيفة أنه يمكن لتونس الاستفادة على المدى المتوسط من هذه الطاقة النظيفة لصناعة الأسمدة الزراعية دون اللجوء إلى توريد الأمونيا التي يتم إنتاجها بواسطة الغاز الطبيعي أو أنواع الوقود الأحفور الأخرى. في مجال الاستثمارات، تطرقت إذاعة موزايكا فام إلى انطلاق فعالية الأيام الدولية المفتوحة للابتكار التي نظمتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد للترويج لأحسن المشاريع والشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين من تونس، والتي يبلغ عددها 23 مشروع وبمشاركة مستثمرين أجانب من الجزائر والمغرب وليبيا. وفي تصريحه لمزيكا فام، أبرز مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة أن هدف هذه الأيام احتضان عدد من الباعثين الشبان للبحث عن استثمارات لمشاريعهم الناشئة، قائلاً: إن للباعثين اليوم فرصة لاستغلال آليات التعاون الدولي والالتقاء بالممولين لتطوير أعمالهم والحصول على دعم للولوج إلى أسواق دولية. في السياق ذاته، أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء برقية تحت عنوان الاختيار الأولي لعشرة مشاريع أعمال في قطاع الزيتون واللوز ضمن مسابقة المشاريع المشتركة. في جديد الاقتصاد العالمي، نشر موقع قناة العربية مقالاً تحت عنوان على غرار النفط: روسيا تبحث عن مشترين لذهبها بعد الحظر الأمريكي، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 100 هدف في روسيا، وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي تنفيذاً لالتزامات تعهد بها زعماء مجموعة السبعة هذا الأسبوع لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا.
هذه إذن مواكبة وعود على الأحداث هذا الأسبوع، أيضا في متابعة لمختلف المستجدات. اليوم انطلاق برنامج العطلة الآمنة، نعرف لحوادث المرور مكلفة جدا، أولا على مستوى الأرواح، ثانيا على مستوى أيضا الخسائر المادية يعني الناتجة عن حوادث المرور. في متابعة لانطلاق برنامج العطلة الآمنة وكيفية التوقي من حوادث المرور، ينضم إلينا مباشرة عبر النقطة الأولى لطريق السيارة في مرنا زميلنا خميس بن فرج. مرحبا بك خميس. مرحبا نجح، ومرحبا بمشاهدي القناة الوطنية وبرنامج الشؤون الاقتصادية. احنا اليوم بالضبط في مقر فرقة الحرس المرور للطريق السيارة بتركي. اليوم انطلاق برنامج العطلة الآمنة. نعرف أن الحوادث المرور في تونس للأسف عددها كبير برشا وخسائرها كبيرة برشا. تعرف ناجح أنه الروح يعني روح الإنسان لا تقدر بثمن، وصحة الإنسان لا تقدر بثمن، ولكن إذا سمحنا لأنفسنا أن نتحدث على كلفة اقتصادية ومالية ومادية للحوادث، فإنه الرقم يكون مفزع برشا. وسي حسام الدين جبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني باش يقدم لنا تفاصيل أكثر على الجانب هذا. سي حسام تفضل. مرحبا بكم وبكافة متابعي القناة الوطنية الأولى. تعرف أن أنت سبب الحوادث المرور هي حسب منظمة الصحة العالمية هو خامس سبب في السباكين في سبب في الموت، وتعرف أن أنت يتكلف على المجموعة الوطنية تقريبا 12 ألف دينار بالنسبة لكل جريح و 100 ألف دينار لكل قتيل، تقريبا 6 مليار دينار هذوما التكلفة الاقتصادية لحوادث الشغل، إضافة إلى كونه اللي يتكلف تقريبا على قطاع التأمين 400 مليون دينار. ثم 10% من الحوادث الشغلية سبب نتاعها هي حوادث المرور. باش نعرفوا اللي سبب لك باش نعرفوا خطورة حوادث المرور وخاصة في التوقف على العمل خاصة حسب الحوادث الشغل، تقريبا بين 54 و 64 يوم في التوقف على العمل نتيجتها حوادث المرور. تعرف اللي انت روح التونسي غاليه برشا، وسناء العطله الامنه واليوم تحديدا معناها من الاداره الفرعيه لطرقات السياره بالشمال في تركيا انطلاق العطله الامنه اللي ثم برنامج كبير برشا خاصه في المجال هذايا، باعتبار ثم تطبيق جدي واكثر صرامه من طرف حرس المرور وشرطه المرور ومختلف الاقاليم البريه سواء كانت في الامن الوطني او في الحرس الوطني. الهدف نتاعها هي سلامه التونسي وكونه يعديو عطله امنه ان شاء الله في الشهرين هذوم. شكرا سي حسام. اذا نجح الى هنا نقول لكم الى اللقاء، يعني ان شاء الله تكون عطله طيبه. واليوم تنطلق بعد انتهاء الامتحانات الوطنيه ودخول تلامذتنا وصغيراتنا في عطله ورجال التعليم كذلك، فانه فرصه باش نقولوا ان شاء الله عطله سعيده للناس الكل، وان شاء الله يا رب تكون عطله امنه بدون حوادث مرور وبدون ضحايا حوادث مرور. لك الكلمه ناجح. شكرا خميس. فعلا الانسان هو اهم شيء واغلى شيء في تونس بطبيعه الحال، لكن ايضا ما فيها باس نتجنبوا هذه الكلفه والتكلفه الكبيره برشا على مستوى الاقتصاد وايضا المليارات يعني في هذا المجال. ناكدوا ديما على سلامه المواطن قبل كل شيء، وايضا على سلامه العربات وسلامه الوسائل وغير ذلك. شكرا خميس ولكل الفريق العامل معك هذا المساء. موضوع اخر يهم توانسه في هذه الفتره ايضا، اضاحي العيد متوفره بالكميات اللازمه، ثم غلاء كبير يعني حسب ما يتداول الان في الاسواق، لكن حاب نعرف ايضا شنو دور شركه اللحوم في هذا المجال على مستوى توفير الاضاحي. 4000 راس غنم في هذه السنه، شنو هي الاسعار؟ كيفاش المواطن يتصل بالشركه؟ ومختلف التفاصيل نشوف الروبورتاج هذا ثم نبدا الحوار. استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الإضحى المبارك، حيث ستعرض شركة اللحوم بداية من اليوم غرة جويليا 22 و2000 خرفانا للبيع بسعر يتراوح بين 500 و850 دينارا، وقد تم تحديد سعر الكيلوغرام للخروف الحي ب 14 دينارا و900 مليم. الأسعار المتداولة داخل الشركة وفي الأسواق المنظمة وغير المنظمة أثارت تشكيات المستهلك الذي يعاني تدهوراً في القدرة الشرائية. العباد تدور وتشوفك أهو، مش قاعدة تشتري، مش قاعدة تشتري، العباد قاعدة كانوا تدور وتشوفك أهو. طبيعي ما حلوش الباهي من 800 وأنت ماشي حتى 13 مليون. وقد صرح رئيس المدير العام لشركة لحوم طارق بن جازية أنه بمناسبة عيد الإضحى ستوفر الشركة
كميات في حدود 4000 رأس لترويجها في مقر الشركة بمنطقة الوردية بالعاصمة. غلاء الأسعار أرجعه مربي الماشية إلى فقدان الأعلاف وغلاء أسعارها في صورة توفرها. الفلاح عنده حق، لأنه الفلاح أو لأن احنا الفلاح بيرتاح منه العلوش وقت اللي هو متاع 300-350 باش أمه يعلفها ويجيب لها الشير، شير غالي. دولة الشير تعطينا بالخمسين كيلو، مشنا خلطين نشروف فنوار ونشروف شكارت البوشونات ب65 ألف. تو كما ذي تاكل 3 شكاير في النهار، شوف في الشهر قداش تاكل معناتها. كلت العلفة وصلت تو 85 ألف، مش تخلص هذه ما تخلصش. ومن جهة أخرى أوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن الأضاحي المتوفرة لهذا الموسم قدرت بحوالي 1.6 مليون رأس، مؤكدة أن كل هذه الأضاحي من الإنتاج المحلي وهي كافية لتغطية الحاجيات. طيب، كانت هذه علامات السوق. في الحقيقة المحرار متاع السوق هو غالي شوية، لكن ثم ناس عندها انطباع بأنه شركة اللحوم فيها الأسعار أرخص. هاو سي طارق مش يعطينا الحقائق الموجودة في شركة اللحوم على مستوى أول الأسعار 14.900 يظل الكيلو، ثم الخدمات الإضافية اللي تعملوها أنتم. تفضل سي طارق، أعطينا بقديش سعر العلوش أثناء. شكرا سي ناجح. هو كما تعرف احنا شركة اللحوم مؤسسة عمومية، بطبيعة الحال عنا الدور التعديلي في الاقتصاد الوطني أكثر منه حاجة أخرى. الكميات اللي قد تم الاتفاق على ترويجها خلال هذه السنة هي 4000 أضحية، والعدد قابل للزيادة حسب الطلبات بطبيعة الحال. أثناء الأسعار بالنسبة للكاليبر اللي اخترناه والأحجام اللي اخترناها بالنسبة للأضاحي السنة هذه يتراوح الميزان بتاعهم بين 35 إلى 55 كيلوغرام، وهذا توجه تجاري باعتبار معناتها مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك التونسي. اخترنا معناتها موشك العلالش نتاع الأضاحي نتاع 1,200,000 و 1,300,000، وإنما الأسعار من 500 دينار إلى مستوى 850 دينار كأحد أقصى للأضاحي اللي يحب يجي يشري من شركة اللحوم بالوردية، مما يعطي كما قلت أنت كونه الكيلو ب 14.900 دينار. ولهنا يمكن إحنا كشركة كذلك نتابعوا في السوق، وعندنا مرصد الأسعار اللي هو في سوق الدواب بتاعنا اللي هو محاذي لشركة اللحوم، فإنه فما ارتفاع نسبي في الأسعار بين 10 إلى 15% مقارنة بالسنة الفارطة. وكما جاء في الروبورتاج فإنه الارتفاع هذا عنده ما يبرر من ارتفاع الأعلاف، من ندرتها، من كذلك انحباس الأمطار، الخطر في صورة معناتها إذا ما يلقاش العلف أموا يمشي يخرج يرعى به، لكن معناتها ربي يعطي خير، ولكن فما صار انحباس في الأمطار ما فماش مرعى، فما كذلك الفلاح ما هو إلا مواطن كذلك عنده كلفة، عنده كلفة معيشة، عنده ارتفاع في المحروقات، عنده ارتفاع في خدمات أخرى بطبيعة الحال يثقل هذاك الكل في مستوى كلفة الإنتاج النهائي اللي هو الأضحية نتاعه، وفما فلاح اللي يستنى عام كامل. طيب، يبدأ يستنى في الميسرة هذه. احنا كمؤسسه عموميه لكن الفلاح السنة في الميسره، المواطن يتزنى في الرخص بتاع الاسعار. انتم عندكم هامش بتاع ربح هو طارق. هامش بسيط قديش تقريبا هامش الربح؟ هو والله يعني معناتها يمكن هو داخل في السياسه التجاريه، لكن معناتها هامش بسيط جدا، لانه الدور بتاعنا هو دور تعديل من باب الشفافيه. ما سالش خلينا نعرفوا احنا كمواطنين يعني معناتها اقل حتى من 2%. هامش خفيف الخير. هامش خفيف لانه احنا مؤسسه عموميه، احنا مؤسسه نتاع المواطن، لذا ماناش العمليه ماهيش صحيح مؤسسه شركه تجاريه، صحيح احنا محمولين على الربح، لكن على الاقل في المناسبات الكبرى هذه وفي ظل ارتفاع الاسعار التدخل نتاعنا يكون تعديلي. اولا بور موراليزي الاسعار، معناتها اللي معناتها بور موراليزي الاسعار، التحكم فيها، تخفيضها، التحكم كذلك انه خاطر راهو بالنسبه للاسعار الاضاحي راهو ما تنجمش تحكي على سعر ثابت الاضاحي. راهو فما اضاحي اللي هي في منطقه الجنوب اللي هو ب 12 دينار 12.500، تلقى في منطقه مناطق الشمال وفي مناطق الانتاج الكبرى سيدي بوزيد سليانة يمكن يتيح السوم. اما انتم على الاقل تعملوا سعر معدل في نهايه الامر. اما 850 سي طارق ما تراش انه شويه هكا مشطه شويه سعر؟ انا من اللور قلت لك راهو هذا اقصى الثمن الاقصى. لا هو ثمن اقصى، لكن قلت لك الكلفه شهدت زياده مقارنه بالسنه الفارطه. انتم زاد تعانيوا من هذه المساله يعني كشركه لكم. احنا نوازن بين فلاح اللي هو يستنى، وفلاح كيف مواطن كيف وكيف الناس الكل وعنده قدره شرائيه وعنده كلفه انتاج، وبين مواطن كذلك فهمتني ولا عنده قدره شرائيه. احنا نجيو بيناتهم الزوز للموازنه، ما نظلموش هذا ما نظلموش هذا، لكن تبقى دائما حتى من الناحيه الشرعيه فان الاضحيه
لا تجوز إلا لمن لا يرهقه ثمنها. هذا هو. اللي عنده القدرة والاستطاعة فله ذلك. هذا هو. به أنتم تبيعوا حتى نهار العيد سي طارق الأضاحي، لكن عندكم خدمات إضافية أخرى، شنو اللي تقول لنا عليها؟ وأثناء بالنسبة لنا إحنا عندنا عديد الخدمات اللي نقدمها للمواطنين، فما بالنسبة للمواطن اللي هو من لا يستطيع أنه يشري الأضحية، أطلقنا عرض تجاري انطلق اليوم صباحا فهمتني ولا، اللي هو تخفيض في سعر اللحم معناتها ب 26 دينار و 800 للكيلو، فهمتني ولا، بنقاط البيع نتاعنا سواء بالوردية بالسوق المركزية وكذلك بشارع الحرية قبالة جامع الفتح، معناتها السعر هو 26 دينار و 800. بالنسبة للمواطن وهذه داخلة حتى في العادات الاستهلاكية نتاعنا، اللي يحب ياخذ قطة كاملة معناتها فما معناتها يمكن الاتصال بالإدارة التجارية وعندنا رقم كذلك موجود، ويحجز السقيطة نتاعو ويتسلمها ثلاثة أيام قبل العيد ولا نهارين قبل العيد ولا حتى يحجز عن بعد ولا يمشي هو شو؟ لا يمشي على عين المكان يقول راني نحب ناخذ سقيطة نتاع 18 كيلو نتاع 20 كيلو، فما رقم هاتف يتصل به نتاع الإدارة التجارية ويحجز وبعد يمشي يشوف على عينيه، بعد يمشي يهز السقيطة نتاعو يتسلمها من نقطة بيع أخرى اللي هي معناتها فضاء قاعة بيوعات كبرى، فضاء مهيئ له في شومبر فرواد كبيره برشا ينجم يختار السقيطه نتاعو او اشترى السقيطه. فما خدمات اخرى اللي هي يوم عيد الاضحى، تعرف احنا كالعاده مؤسسه عموميه ان هالبطوار والمسلخ نتاع شركه اللحوم بالورديه سيفتح ابوابه للعموم لذبح الاضاحي للناس، هذا الكل عنده بعد 25000 25 دينار ذبح الاضحيه، ماهيش ب 50 ولا ب 60 كما مطبق حاليا، وحتى يجيك في الوقت وحتى يجيك ما يقعدش يستنى المواطن سي طارق. هو اكيد بالنسبه لنا احنا عندنا طاقة ذبح معناتها معناتها نتحكموا فيها، لكن بطبيعة الحال احنا لقباش نتعاملوا معها، احنا عندنا ما يكفي من الموارد البشرية باش نتعاملوا مع الطفرة والارتفاع في عدد المواطنين اللي يلتحقوا، لكن بطبيعة الحال عندنا طاقة. أنا شفت يعني مشيت مرة لشركة اللحوم الحقيقة يعني يد عاملة كفئة جدا في شركة اللحوم في ساعة في ساعة ذبيحة وأنا شين عن الخدمة يعني في وكأنه في إطار سلسلة. أقل واحد عنده خبرة متاع 30 35 سنة. نعم. شو نقولوا للمواطن تو في ختام هذا الحوار؟ فقط إضافة فقط كونه بالنسبة لنا إحنا كيف النجم يقطعوا له غاديك ب 20 دينار، وكذلك بالنسبة للمرأة اللي تحب نغسلوا لها الدوارة موجودة غاديك عندنا شكون ب 3 دينارات، معناتها خدمات تخرج بعلوشك نظيف مكسر أمور واضحة. جديدة هذه المسألة. وكذلك والناس اللي تحب تذبح وحدها عندنا كذلك دورة تكوينية تنطلق أيام 6 و7 و8، المواطن يسجل فيها ب 70 دينار. تشمل التأمين وتشمل كذلك اللباس، ينجم يجي شركة اللحوم يعمل دورة تكوينية في الذبح ونهار العيد يذبح علوشه وحده. احنا في الختام نحب نقولوا كلمة بركة للناس للسادة المواطنين، اولا راهي فما للأسف في الفترة هذه تكثر الانتصاب الفوضوي وكل بطاحي وكل اللي تلقاه معناتها أربعة وخمسة عليه اللي موجودين في تركينا، قل لهم ردوا بالكم، راهي لا من الناحيه الصحيه فما المراقبه عكس ما تضمنه شركه اللحوم، ولا من الناحيه الشرعيه يعني الاضحيه اللي هي تجوز التضحيه بها تلقاها متوفره، ولا من حيث كذلك الامن تنجم تهز مليون في جيبك باش تاخذ علوش العيد ما تلقاش غاديك، هذاك علاش بالنسبه لي نحن نقول لهم اذا بينا يمشيوا معناتها الاماكن البيع اللي هي منظمه ما يمشيوش للفضاءات العشوائيه هذه اللي لا تتوفر فيها حتى ضمانات واللي نسبه كبيره ياسر منها غش اكثر من حاجه اللي هي تتباع واضح عادي. شكرا لك. ايضا تم تبيعوا على الانترنت، هذه حاجه مهمه جدا بالنسبه لشركه اللحوم، خدمات عصريه في الحقيقه، ان شاء الله تزيدوا معناتها تعدلونا في الاسعار في الفتره القادمه، هذا تماشيا مع العرض والطلب وهذا مفهوم سي طارق، بارك الله فيك وان شاء الله بالتوفيق لكل ايضا اطارات واعوان الشركه في مختلف المناطق. نواصل معكم هذا الحوار مشاهدينا الكرام. البارحة الحدث كان هو صدور مشروع الدستور الجديد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، نحب نعرف هو المضامين الاقتصادية في هذا المشروع الجديد، نشوفه ساعة هذا التقرير ثم نحاور ضيفنا في هذه المسألة سي ماهر قعيدة الخبير الجبائي. ورد في توطئة مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية بعض الإشارات للملف الاقتصادي، حيث ذكر أن الديمقراطية الحقيقية لن تنجح إلا إذا كانت الديمقراطية السياسية مشفوعة بديمقراطية اقتصادية واجتماعية، وذلك بتمكين المواطن من حقه في الاختيار الحر ومن مساءلة من اختاره ومن حقه التوزيع العادل للثروات الوطنية. كما جاء في التوطئة أيضاً التأكيد على أن النظام الجمهوري هو خير كفيل للمحافظة على سيادة الشعب وتوزيع ثروات البلاد بصفة عادلة على كل المواطنين والمواطنات.
وجاءت التوطئة مطبوعة بباب الأحكام العام الذي ورد بالفصل 13 منه: تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكينه من كافة الوسائل حتى يساعد بصفة فاعلة في التنمية الشاملة للبلاد. فيما ورد بالفصل 15: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف، وكل تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع. وأورد المشروع بالفصل 16 أن ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية. وأضاف الفصل 17: تضمن الدولة التعايش بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العمل الاجتماعي. كما قال المشروع في الفصل 18 أنه على الدولة توفير كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية. وأكد المشروع في الفصل 19 أن الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وكل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء جريمة يعاقب عليها القانون. نواصل معكم مشاهدينا الكرام هذا البث المباشر. معنا الخبير المحاسب ماهر قعيدة. سي ماهر، مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. اكثر اعطينا قراءتك الاولى اولا في هذا المشروع الجديد للدستور. هو في الحقيقه الدستور في تونس، تونس هي اول بلاد عربيه عرفت الدستور في 1861. من بعد دستور عهد الامان. نعم. دستور عهد الامان. عهد الامان، ومن بعد الدستور الثاني اللي جانا هو عام 1959، دونك بعد 98 عام. والثالث جانا في 2014 عام 55، معناها بعد 55 عام. وهذا عام 2022 بعد 8 سنين. دونك فما نسق تصاعدي في اعاده دستره الجمهوريه التونسيه. وهذا معناها يعبر على اللي الدوله التونسيه قاعده نظم روحها وقاعدة ترتب روحها، على خاطر الدساتير اللي رصدناها الكل ما كانتش توفي بواجباتها، ولا ما كناش نطبقوا فيها بالصورة الأكمل. اليوم كما أي عمل إنساني فيه الباهي وفيه النجم نحسنوا فيه، معناها ما نظنش اللي فما برشا انتقادات قاعدة خارجة اليوم. ما نظنش معناها واحد لازم يمشي كان في الجانب السلبي، لازم يشوف الايجابيات والسلبيات. الحاجه الايجابيه اللي عجبتني في الدستور هذا اللي هو سهل في القراءه نتاعو، ماهوش معقد، معناها جمل بسيطه مبسطه، معناها قادر اي مواطن يفهمها. فما اللي يلوموا عليه اللي هو مبسط جدا الدستور هذا، اللي نجم نقولوا زاده كنت نرتقب في الباب الاقتصادي والاجتماعي كما وعدونا به، ما لقينا حتى باب اقتصادي واجتماعي. هنا في هذا الباب سيد الخبير المحاسب، هناك من يرى ان وضع او ادراج هذا الباب في حد ذاته ربما من اختصاص قوانين الماليه، الا تعتقد انه هذا ينجم يدرج في الدستور مثلا؟ هو ما بين شنو وعدوا به وشنو اللي حصل، فما قالوا فما باب اقتصادي واجتماعي، واحنا قلنا هذا ما كرجال اقتصاد تم تداوله فعلا. هذا هو كرجال اقتصاد، راهو الاقتصاد يتغير، ما تنجمش تحط في الدستور حاجه ماده متغيره. هو كما قلت انت في قوانين اخرى مش في الدستور، نجم نحطوا مفاهيم عامه للاقتصاد، ما نجموش ندخلوا برشا في باب كامل في الناحيه الاقتصاديه. هي حريه المبادره بوتيتر اللي هي اهم حاجه تكون مدستره، ولا نظام الرأسمالي ولا نظام شيوعي اذا كان حبوا، هذه هي المفاهيم العامه، ما نجموش ندخلوا نحطوا باب كامل. يظل هذاك علاش اللي في الاخر من بعد ما لم يدرج هذا الباب في الدستور الجديد. الفصل 17 سيد ماهر قعيده، التعايش بين القطاعين العام والخاص، في نظركم كيف يمكن ان يكون هذا التعايش؟ شوف، هي الدوله ترسم سياسات عامه للاقتصاد والمجتمع، ومن بعد عندها المؤسسات العمومية نتاعها والهياكل العمومية نتاعها هي اللي باش تنظف السياسة العامة. لكن وحدها ما تقدرش، لازم القطاع الحر يتدخل باش ينجم، على خاطر هو عنده سرعة في التنفيذ وعنده إمكانيات مالية وإمكانيات في التصرف أسرع من الدولة، باش يتدخل باش يكون أنجع في التصرف نتاعه. وذي نظن اللي تونس لازمها تشجع القطاع الخاص بصفة عامة، والدولة لازمها تخرج من القطاعات اللي فيها معناها المفهوم
معناها لا كونكورونس المنافسه وتخلي القطاع الخاص كل القطاعات اللي فيها منافسه كيما قطاع اللحوم هو قطاع تنافسي حقه يكون الدوله ما معناها ما تدخلش فيه كيما قطاع الاسمنت كيما قطاع تخلي الخواص تلاه وين فما سوق وفما منافسه وهي تلعب دورها كتنظيم السياسات العامه اكثر منها واحد. طيب. انا في النظر في الفكره هذه ماذا بيا الدوله ترجع تنظر في المؤسسات العموميه في الاهداف نتاعها تعاود ترصدها باش تعطيها اهداف مواكبه العصر نتاعنا اليوم. هذا اللي انا نتمناه على خاطر اللي صدها بورقيبه في الستينات وفي السبعينات ما عادش تأدي بالواجب نتاعها بحاجيات الاقتصاد العالمي وبالحاجيات الاقتصاد التونسي في الوضع الحالي. واضح جدا. الفصل 18 توفير كل الوسائل العاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنمويه. مشاريع تنمويه وليست ربما مشاريع خاصه، ما المقصود بالمشاريع التنمويه سي ماهر؟ شوف قبل كل شيء ما وعدش الدستور اللي باش نلقاو له شغل. فكره معناها كان ينجم هو يقعدوا باش يعطيها كل عطل عن العمل باش يلقى له شغل. قالوا لا باش نعاونك باش تلقى انت تحل المشروع معناها نتاعك. هو يا حبة ذاك نخرجوا من في تونس من فكرة اللي ندخل موظف مدى الحياة ونعاونوا الشباب نتاعنا باش يدخلوا هو يكون هو معناها صاحب أعمال ومدير ريادة الأعمال وبعث المشاريع. نعم ويبعث المشاريع نتاعه. أنا من نجم كان نشجع على المفهوم هذا، لازمنا نشجعوا شبابنا ونقولوا لهم راهو فما إمكانية كبرى باش تولي تخدم على 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 على, على معناها بور تو بروب كونت على حسابك الخاص والدوله معناها تسهل لك الاداره التونسيه والدوله التونسيه باش في البنوك تسهل لك في معناها في انشاء المؤسسه نتاعك سهلوا لك الخبراء ينجموا يعاونوك سهلوا لك. هذه الفكره ماذا بينا نشجعوا الشباب باش يحلوا مشاريع ومش يدخلوا موظفين. باهي. التهرب الضريبي جريمه في الفصل 15 من مشروع الدستور الجديد. هي حاجة أنا الحقيقة قعدت باهت فيها شوية على خاطر هو في القانون مجرم الموضوع هذا، فهمتني؟ باش ندستروه معناها ونجرموا التهرب. المجلة الجزائية تقصد موجود؟ موجود، لا مش مجلة، في المجلة الجبائية موجود، معناها التهرب الجبائي فما معناها خطايا وفما جنحة وفما جنية متعلقة بالخطايا بالتهرب الجبائي. فلذا نزيدوا نأكدوا عليه ونقولوا اللي هي جريمه الدوله ما تمس من حق الدوله وحق الشعب. هذه الحقيقه كي نشوف انا النسيج الاقتصادي التونسي والتهرب الجبائي اللي يمس قرابه 50% من الاسواق الموازيه نقول علاش معناها خطوره المبدا هذا كبير. ومن جهه اخرى نقول بالعكس خلي الناس كل ترجع تؤدي واجبها الجبائي والناس كل تخلص الجبايه نتاعها على قد معناها على فرد مساواه باش نحسنوا في المردوديه الجبائيه نتاع الدوله، مش البعض يخلص والبعض ما يخلص. اما دسترتها وبالقوه هذه زاد نحب ناكد راهو كي نقولوا راهو اذا كان نجرموا الجبايه راهو وراها زاد تبييض الاموال. معناها اي جنحه اللي تفوت ثلاث سنين مهم جدا راهي تتقلب جنحه جبائيه وتتقلب لك معناها تبييض اموال. وهذه جرنة الاحتكار زاد سي ماهر. الاحتكار والتهرب الضريبي وايضا تبييض الاموال كلها تقريبا فرد خانه بتاع جرائم يحاسب عليها. لان جريمه تبييض الاموال هو اخطر برشا، معناها فما جريمه التهرب الجبائي وزيد كي تزيدها تبييض الاموال يكون تجميد املاك الشخص هذا. ودونك الخلفيات نتاع الحكايه هذه كبيره برشا. إيه لكن هنا شنو هي الاشارات الوارده من خلال دسترت يعني هذه المساله في حد ذاتها؟ شوف هو التهرب الضريبي جريمه يعني لاول مره هو يعني مبدا الجبايه هو مبدا الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه. نعم انا باش تكون انت مواطن وتحاسب اللي يحكموا فينا وتقول وش بك ما عملتش وحق عملت وحق وهذا حقي بل كل شيء انت اديتش واجبك. دونك انا من رايي صحيح لازمنا ندستروا الواجب الجبائي وهو الدستر. اليوم زاد لازمنا نشدوا العقوبات على اللي يعملوا في التهرب الجبائي. اما الوضع الاقتصادي بتاع البلاد وحقيقه البلاد معناها شر الاقتصاد هارب على الجبائي. نعم. شنو باش نعملوا معاهم؟ باش نجرموهم الكل؟ واضح. السيد الخبير المحاسب سي ماهر قعيده، الكلمه الختاميه ربما شنو توقعاتك ربما في مجال التزام، يعني هو مبدأ دستوري، هذه كلها مبادئ دستورية، لكن على مستوى التطبيق والاستلهام
من روح هذا الدستور في صورة إقراره بنعم بطبيعة الحال، كيف سينعكس على الحياة الاقتصادية؟ ونختم معك في هذا الجانب. شوف، أنا اللي ثمنته في الدستور هذا أول حاجة ركز شوية على معناها حرية المبادرة، ركز على الشباب، ركز على معناها مساواة ما بين الرجل والمرأة، ركز على الحريات، ركز على معناها على مبدأ الجباية. هذوما حكاية زادة القطاع الخاص والقطاع العام، التوازي ما بيناتهم، هذوما الكل مبادئ ومفاهيم اللي احنا نجمو كان نثمنوها. لكن في النظام في المفاهيم التطبيقية متاعها نستناو في قوانين أخرى باش نفسروا أكثر الموضوع هذا، واحنا متشوقين باش نشوفوا شنو معناها خلفيات هذا الدستور هذا، إذا كان معناها صوتنا عليه بنعم أم بلا. فلذا احنا نتمناو كان الخير لتونس، وتنجم تكون مبادرة طيبة باش تونس تمشي في مرحلة أخرى في ازدهار إن شاء الله. نعم، السيد الخبير المحاسب سي ماهر قعيدة، شكرا لكم على هذا التحليل الضافي في الحقيقة وهذه القراءة الموضوعية للمضامين الواردة في دستور الجمهورية التونسية الجديد هذا المشروع. نشكر ضيفي أيضا السيد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم سي طارق من جازية، بالتوفيق في مهامكم. سنواصل مشاهدينا الكرام في قراءة لمضامين الدستور الجديد مع السيد نصر الدين نصيبي وزير التكوين المهني والتشغيل، الناطق الرسمي باسم الحكومة بطبيعة الحال، وباش يغادرونا ضيوفنا مشكورين بطبيعة الحال في هذه اللحظة الآن. إن شاء الله بالتوفيق لهم، ونستقبل السيد وزير التكوين المهني والتشغيل حتى نتعرفوا على رؤية الحكومة أولا لهذا المشروع، كيف ينظر الناطق الرسمي للحكومة لمشروع الدستور الجديد في مختلف الفصول متاعه، يعني خاصة ما يهمنا احنا في هذا الجانب هو الجانب الاقتصادي بطبيعة الحال، ثم كيف هي الآن الاستراتيجيات الحكومية في مختلف القطاعات، الحقيقة مش كان في قطاع التكوين المهني والتشغيل، لكن أيضا في قطاع الاستثمار، المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، المفاوضات الوفد الحكومي مع صندوق النقد الدولي، كلها مسائل هامة جدا تحتاج التوضيح. ومرحبا بك سيد الوزير، أهلا وسهلا، شرفتنا مباشرة يعني في هذه الحصة. الحقيقة أنت عوضتنا بالصراحة متاعك، تفضل سيد الوزير خذ راحتك معنا، عوضتنا بالصراحة متاعك وهذه الإطلالة الثانية في برنامج تونس الاقتصادية، فنحب معكم نشوفوا بعض المواضيع الهامة اللي تشغل توانسة، ونبدأ معكم نحب نعرفوا رأي الحكومة أولا في هذا المشروع، مشروع الدستور. مرحبا بك سي نصر الدين نصيبي. مرحبا بك سي نجح. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذا سؤالي ليك الأول هو الانطباع الأول في الحقيقة كعضو حكومة وكناطق رسمي باسم الحكومة في خصوص هذا المشروع الجديد. لايف الإجمال هو مشروع جيد، مشروع أتى على جميع النقاط المهمة، النقاط اللي تضمن الحرية، اللي تضمن التعليم، اللي تضمن الصحة، اللي تضمن التنمية في الجهات، اللي تضمن الحريات، نظام الجمهوري، ديمقراطية، مسائل ركز عليها أنه إعطاء صوت لأهالينا في الجهات وفي الأقاليم حتى يكونوا ممثلين في مجلس نيابي خاص بهم، بالإضافة إلى المجلس النيابي اللي بالطبيعة ينجموا يترشحوا فيه جميع المواطنين والمواطنات، لكن هناك تخصيص وتأكيد هنا على حق الجهات في تقرير مصيرهم وفي اعتبار الخصوصيات الخاصة بكل جهة. هناك أيضا مسائل أخرى ممتازة ومسائل مبدئية والحقيقة معناتها يلزمنا نثمنوها، اللي فما بعد اقتصادي مهم، ونحن اليوم في برنامج تونس الاقتصادية وفما إشارات مهمة، وقت اللي نشوفوا فما حديث على السعي إلى توحيد المغرب العربي في نطاق المصلحة المشتركة، بالطبيعة هنا ما نش نتحدثوا على انسهار دول، ولكن لهنا نجم نشوفوا الاتحاد الأوروبي ونشوفوا هذا البعد اللي خلى اليوم الاتحاد الأوروبي يعني أكثر صلابة اقتصاديا وسوق مفتوحة وسوق مشتركة، وهذه نقطة ممتازة. نعم. فما كذلك حرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب،
وتمكينه من كافة الوسائل حتى يساهم بصفة فاعلة في التنمية الشاملة للبلاد. فما كذلك اليوم مسألة ديما تتعاود عند التوانسة اللي هي مسألة متاع التهرب الضريبي، وهذا كان منتظر لأنه اليوم أداء الضرائب والتكاليف العامة أصبح واجب على كل شخص على أساس العدل على أساس الإنصاف، وكل تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع. وشفنا في دول متقدمة مش باش نسمي ملاعبية متاع كرة قدم معروفين يقولوا راو ينجموا يدخلوا للسجن كان يثبت أنهم فعلا حاولوا التهرب من الضرائب. نعم على خاطر بالضرائب هذه وقت اللي توفر لك الدولة الظروف باش تنتج وباش تخدم، هذا واجب الدولة توفر لك البنية التحتية والطرقات وتكون لك الموارد البشرية وتوفر لهم الدعم في مواد أساسية وتوفر لهم وسائل نقل إن شاء الله تتطور في بلادنا كما نحبوا نحن، وتوفر لهم تعليم وكفاءات وموارد بشرية. هذا الكل ينجم غدوة يستفاد منه المستثمر ولا صاحب الأعمال، وإن شاء الله ننتظروا منه أنه نحن نحسن الظروف ونحسن مناخ الأعمال ونحسن نوعية متاع القوانين اللي في بعض الأحيان تكون مبهمة، في بعض الأحيان تكون ظالمة، في بعض الأحيان تكون غير جيدة. دورنا أن نحسنوها ونشتغلوا عليها وأن نستمعوا المشاغل المستثمر، خطر وقت اللي نطمنوا المستثمر، وقت اللي نبعثوا له رسالة طمأنة، وقت اللي نسمعوه ونسمعوا مشاغله ونستجيبوا لتطلعاته ونصبحوا وجهة متاع استثمار عندها جاذبية بما توفروا من نقاط قوة للمستثمر اللي هو يبحث على بيئة ملائمة. نعم. مناخ استثمار ملائم. نكمل لك سي ناجح فما كذلك. هو هنا باش نرجع لك على هذه النقطة سيد الوزير، المستثمر في نهاية الأمر دستور الجمهورية هو نص علوي في نهاية الأمر، المستثمر أكيد مش يمشي نصوص أخرى قانونية سيد الوزير، منها مجلة الاستثمارات مثلا، ونحن تفضلت سيادتك بالحديث عن مجلة الاستثمار، مجلة الاستثمار ما زالت إلى حد الآن مكبلة للمستثمر الأجنبي من الجمش يبعث المشروع متاعه بأريحية في توقيت معين اللي هو 24 ساعة مثل بعض الدول. هنا كيفاش انتم كحكومة تنظروا إلى تطوير مناخ الاستثمار عبر التشريعات أولا سيد الوزير؟ بس يا ناجح خليني نكمل لك باش ما تذيعش الفكرة. فضل. الدولة كذلك في الدستور الجديد فما تركيز على التكامل والتعايش بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعلى قاعدة اللي هي قاعدة العدل الاجتماعي. فما كذلك أنه الدولة في الدستور اليوم تلتزم بتوفير كل الوسائل القانونية والمادية لشبابنا اليوم العاطل عن العمل حتى يبعث مشاريع تنموية. فما كذلك نقطة مهمة اللي معناتها نحب نثمنها هنا اليوم اللي حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر مضمونة، ولا يجوز ممارسة أي رقابة مسبقة على هذه الحريات باش نعيشوا في مناخ متاع شفافية. وتعرف اللي الشفافية اليوم في الأنظمة متاع الحوكمة، جميع الأنظمة متاع الحوكمة اليوم مستقرة على أنه أول معيار للارتقاء ومكافحة الفساد والتطور وتحقيق النمو هو الشفافية، حرية الإعلام وعدم ممارسة أي رقابة على هذا. فما كذلك نقطة مهمة جدا أنه الدولة كالعادة باش تضمن الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى تحقيق الجودة ليس فقط ضمان التعليم لكن جودة التربية والتعليم والتكوين. التكوين وهنا قلنا ما قلناش تكوين مهني، قلنا التكوين بشكل عام. علاش؟ خاطر نتكلموا سي ناجح ليس فقط على التكوين الأساسي للعباد اللي مازالوا في مرحلة التعلم، لكن التكوين لجميع المواطنين، وهو لأول مرة يدرج هذا المفهوم في الدستور. نعم. أول مرة. وفما كذلك العودة إلى مكسب من مكاسب دولة الاستقلال اللي هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي سيبدي الخطط الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل. باش نجيك لهنا القانون الاستثمار سي ناجح، باش نجاوبك على سؤالك بسرعة. نعم. قانون الاستثمار في تونس يقدم العديد من المزايا، وهذا اللي خلينا اليوم في تونس عندنا العديد من الاستثمارات الأجنبية المهمة والأرقام نتاعها مهمة. والسنة فقط إلى حد شهر السادس نجحنا في أن نجلب أكثر من مليار ونص مليون دينار من الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس في فترة اقتصادية صعبة جدا، وهذا يعد نجاح ودليل على أن الوجهة التونسية هي وجهة اليوم مشجعة على الاستثمار. لكن يبقى شنو؟ يبقى أنه نحن نريد اليوم في تونس أن نتدارك
عدد كبير من النقائص، بما في ذلك تحسين الرؤية، لأنه عنا اليوم العديد من النصوص المشجعة على الاستثمار لكنها متناثرة، وليست فقط موجودة في مستوى مجلة الاستثمار، وإنما موجودة في نصوص قانونية أخرى، منها قوانين المالية ونصوص أخرى خاصة، ونصوص التنمية الجهوية والتشجيع على الاستثمار في الجهات وما إلى ذلك. والمستثمر إلى جانب وضوح الرؤية وإلى جانب توحيد هذه النصوص في مجلة واحدة حتى تكون مقروئيتها أسهل والاطلاع عليها أسهل والإلمام بها أسهل وأقل تعقيد، هناك إجراءات أخرى يجب تداركها، اللي هي من زوز أنواع. النوع الأول سي ناجح هو اليوم تونس يجب أن نعترف بذلك متأخرة جدا في الخدمات التي تقدم على الخط بالتكنولوجيا لفائدة المستثمر وكذلك لفائدة المواطن. وتونس التي كانت دائما سباقة في الجهة وفي القارة الإفريقية، اليوم يجب أن نعترف أنها تأخرت في إدخال الرقمنة وفي توفير خدمات الحكومة إلى طالبيها من الخواص على الخط، لأنه عندما توفر خدمة على الخط أنت تلتزم بالسرعة، أنت تلتزم بتمكين الناس من رؤية واضحة، من شفافية، من الحصول على خدمة بأقل تكاليف ممكنة، ثم الابتعاد عن الفساد والابتعاد عن المحسوبية والابتعاد عن البيروقراطية. وهذا ما شرعنا في الاشتغال عليه عبر البرنامج الحكومي، هذا ما شرعنا في الاشتغال عليه، وأعلننا على ذلك في برنامج الإصلاحات وفي الإجراءات العاجلة لإعادة تنشيط الاقتصاد منذ أكثر من شهر ونصف. ثم أختم بهذه الفكرة لأفسح لك المجال لطرح السؤال الموالي أستاذ ناجح. شكرا. وهي فكرة مهمة جدا، نحن اليوم إلى جانب جميع هذه المجهودات التي نحن بصدد القيام بها لتعزيز مكانة تونس كوجهة مفضلة للمستثمر اللي هو يبحث عنها، نريد أن نقول شيء. المستثمر حسب الدراسات التي تصدرها مكاتب الدراسات المختصة ينظر إلى الامتيازات الجبائية في المرتبة 13 عندما يختار وجهة الاستثمار. هو ماذا يريد المستثمر اليوم؟ يريد وضوح في القوانين، يريد خدمات حكومية مرقمنة وواضحة، ويريد نصوص قانونية واضحة، ويريد الابتعاد عن التراخيص المسبقة. وهذا ما أعلنت عنه السيدة رئيسة الحكومة في التزام لهذه الحكومة، أننا قبل موفى سنة 2022 سنقوم بحذف جميع التراخيص وسنبقي فقط على تراخيص استثنائية نظرا لارتباطها بالنظام العام وبالأمن القومي. نعم. قمنا بحذف 25 ترخيص والتزمنا بحذف بقية التراخيص قبل موفى هذه السنة، وهذا متأكد أنه سيلقى ترحاب من المستثمرين الوطنيين في تونس والتوانسة وكذلك من المستثمرين الأجانب، وسيعزز من مكانة تونس كوجهة جالبة للاستثمار. هذا هو سيد الوزير، أنا فسحت لكم المجال للحديث الحقيقة، ثم برشا معلومات مهمة وحكيت على ما يجب فعله في هذا المجال في الحقيقة. إن شاء الله نشوف هذه الإجراءات تتجزم في القريب العاجل، خاصة الإدارة الإلكترونية ومسألة حذف التراخيص لأنها مكبلة جدا لعملية الاستثمار. تحدثتم عن مناخ الاستثمار، لكن أيضا هذا المناخ مرتبط كثيرا بجانب المناخ الاجتماعي الذي يجب أن يكون مناخا مساعدا على هذا الاستثمار. هنا أنا مش نمشي نحكي على المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل في الحقيقة، وأنتم في تصريح إعلامي منذ يومين ذكرتم أن الحكومة تمد يدها للاتحاد من أجل التفاوض لما فيه مصلحة تونس. عمليا هل هناك جولات من المفاوضات؟ وقلتم يعني بعد صدور الدستور ستكون هناك محادثات، وقتاش نشوف المحادثات مع اتحاد الشغل سيد الوزير؟ شكرا جزيلا أستاذ ناجح على هذا السؤال. أريد في البداية أن أؤكد على مبدأ أنه اليوم في تونس الحكومة، على ما هو الشغل الشاغل للحكومة؟ الشغل الشاغل للحكومة هو أول شيء تأمين الحاجيات الضرورية
للمواطن التونسي من دواء، من مواد أساسية استهلاكية يحتاجها المواطن التونسي في معيشته اليومية، ثم من محروقات، ثم من أجور، ثم كذلك مناخ اجتماعي يسمح بإرجاع مناخ استثمار واستعادة قيمة العمل كقيمة مركزية ضرورية لخلق الثروة. اليوم أستاذ ناجح، عندما تجد الحكومة تعمل منذ تقريبا 8 أشهر في ملفات حارقة، تحملنا المسؤولية في ظروف يعني دقيقة جدا من الناحية الصحية، وشفتوا أزمة كورونا عندما مسكت الحكومة بزمام الأمور، الحمد لله وفرنا التلقيح والمواطن التونسي حصل كيف وكيف بقية المواطنين على الحق في الحياة وعلى التلقيح، واستعدنا نسق الحياة الطبيعية بعد مجهود كبير وما كانش سهل. ثم وجدنا أنفسنا نواجه أزمة عالمية بسبب ظروف تخرج عن إرادة الحكومة التونسية، واليوم تتحمل تبعاتها جميع الدول في أنحاء العالم. وبالرغم من هذا نجحنا إلى حد الآن الحمد لله بصعوبة، في بعض الأحيان يمكن ليس بالطريقة المثلى، لكن في توفير جانب كبير جدا من الحاجيات الأساسية والحياتية التي يحتاجها المواطن التونسي حتى نحافظ على مستوى عيش لا بأس به. وهذا سيناجح إن شاء الله في يوم من الأيام سنحدث المواطن التونسي على الصعوبات التي واجهتها هذه الحكومة، لأنه هناك تراكمات، عجز في الميزانية، ليس هناك تمويل عمومي، ليس هناك مداخيل في ميزانية الدولة تكفي لمجابهة المصاريف والنفقات. كيفاش عملتوا سيد الوزير ملا؟ قول لنا مثال جد، انت رجل صريح في الحقيقه، سيناجح فسر لنا احنا كيفاش الحكومه الان رغم هذه المصاعب قدرت انها على الاقل، ثم ناس خافت على شهرها سيد الوزير راهو في فتره من الفترات. هذا هو اللي حبينا نقولوه للتوانسه، انه راهو في وقت من الاوقات هذه الحكومه اشتغلت الى يعني على اشياء دقيقه جدا حتى نضمن في نفس الوقت القمح والزيت والادويه والمحروقات والتنوير العمومي، وحتى تستمر الأشغال والمشاريع الكبرى، كل هذا حتى لا يتعطل، وهذا الكل بصعوبات عديدة. والحمد لله أنه كما شفتوا الحكومة ضغطت على نفقاتها، وزارة المالية أعلنت في أرقامها الرسمية أنه أول مرة منذ أكثر من 20 سنة يتم ختم الثلاثي الثاني بفائض في الميزانية، لأنه الحكومة نجحت في انها تفضل اكثر من 300 مليون دينار قاعدين نخلصوا في قروضاتنا الخارجيه، جميعها جميع التزامات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومع الشركاء حتى العرب جميع التزامات الدوله التونسيه تم دفعها في الاجال المحدده سيناجح، ونحن ملتزمون بذلك. لماذا؟ لاننا من جهه ضغطنا على التكاليف وضغطنا على المصاريف الحكوميه وقمنا بتقليصها، من جهه اخرى حوكمنا التصرف العمومي وأحسننا التصرف في الإدارة وذهبنا إلى أدق التفاصيل. لكن من جهة أخرى بعد إذنك سيد الوزير، هناك أيضا ارتفاع في الأسعار، وهناك المواطن واللي يحسها، يعني هل هذا ربما ناتج عن هذا التوجه الحكومي في مجال التصرف في هذه الفترة بالذات؟ نحب منك الإجابة. هناك نقطتين مختلفتين. النقطة الأولى، الارتفاع في الأسعار هو على مستوى عالمي جميع العالم، نظرا لتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وارتفاع سعر المحروقات وندرة الحبوب والعديد من المنتوجات الأخرى، وهذا النتيجة الطبيعية هي ارتفاع الأسعار، هذه نتيجة حتمية. المقاربة أنه في تونس هذه المواد في جلها مدعمة من قبل الدولة. نعم. فعندما الدولة تدعم هذه المواد يصبح هناك فئة من الناس الذين يمارسون الاحتكار ويحصلوا بطريقة غير مشروعة على هذه الموارد اللي هي موجهة للمواطن ولدعمتها الدولة، ويصبحوا
يا أما يوجهوا فيها الغير مستحقيها في تجارة وفي حتى أسواق خارجية ونجدها حتى في بعض الأحيان في دول أخرى إفريقية وحتى دول مجاورة، ثم كذلك سيناجح يحاولوا تسويقها في السوق الوطنية لكن بأسعار مرتفعة. الحكومة راهي لم تقر إلا الترفيع في أسعار المحروقات وفي بعض المواد بصفة طفيفة، لكن حافظنا على نفس مستوى الأسعار وهذا عنده تكلفة، وتكلفة كبيرة جدا. تنجيهم بعد للبقية. نعرج فقط على نقطة أخيرة، أنه الحوار الاجتماعي في تونس ضرورة، وكل هذه المقدمة اللي انطلقت بها هي لأقول أنه راهو بالرغم من حجم الصعوبات والتراكمات اللي وجدتها هذه الحكومة، وبالرغم من أنه التكاليف ارتفعت خاطر وقت اللي أعددنا قانون المالية لم تكن هناك الحرب الأوكرانية الروسية، إلا أننا حرصنا على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وتعهدنا بالاستمرار في المضي قدما بالإيفاء بجميع التعهدات التي تعهدت بها الحكومة التونسية السابقة تجاه الطبقة الشغيلة والاتحاد العام التونسي للشغل. الآن الحل حسب رأي الحكومة هو وضع جدول زمني معقول فيه التزام بالإيفاء بالتعهدات، ويتم الاستجابة لجميع الطلبات الشعبية، لأن طلبات الإخوة في الاتحاد العام التونسي للشغل هي تصب في مصلحة الطبقة الشغيلة. الطبقة الشغيلة، وبالتالي هذا ما نريده، أنه المواطن التونسي نضمن له أجره، نضمن له كذلك حقه في تزويده بالمواد الأساسية الضرورية للحياة من أدوية ومحروقات ومواد استهلاكية، ونضمن له شيئا فشيئا التحسين في مستوى العيش. لماذا نطلب مهلة سيناجح؟ فضل. لأننا في المقابل نريد العودة إلى الإنتاج، لأنه كي نرجع للإنتاج وخلق الثروة تتوفر عنا اعتمادات إضافية أكثر من الاعتمادات المتوفرة حاليا. والمهلة بكم هي كم سنة ربما أشهر سنة؟ هي ليس بكم سنة، هو كما قلت هو الشروع فورا في من انطلاقا من هذه السنة في الإيفاء بالتعهدات، فما جزء تم الإيفاء به، ثم جزء يتم الإيفاء به لهذه السنة، وهكا نوصلوا تقريبا 40% من المبلغ، ثم يقعد 60% في المبلغ على سنة 2023 وسنة 2024. وهذا راو ماهوش معناها كما نقولوا نحن شرط لا يناقش، هو اقتراح جدي للإخوة في الاتحاد، ونشوفوا إذا تتوفر أكثر إمكانيات نجموا نسرعوا في نسق الدخول في حيز النفاذ. المهم هو الصدق، وإن وقت اللي نتعاهدوا ونلتزموا نكونوا في حدود ما نقدر على الالتزام به، حتى نحافظ على الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، لأنه حاجتنا بالثقة لأنها ضرورية. نعم. لاستقرار الأوضاع، إشارات مهمة، لأنه جدا. لا يتطور الاستثمار والنمو الاقتصادي إلا بالثقة وبمناخ مستقر فيه تعاون، ونرجع فيه لقيمة العمل، ونرجع فيه للإنتاج، ونبعده عن كل ما يمكن أن يعطل عجلة النمو الاقتصادي. هذا هو يعني إشارات مهمة جدا في الحقيقة. الاتحاد العام التونسي للشغل من الناطق الرسمي باسم الحكومة مثل الحكومة رأيه هو أنه ثم إمكانية بطبيعة الحال لمواصلة الحوار وتفاهم مشترك من الجانبين في الحقيقة للتحديات التي تعيشها البلاد. هنا هذا الموضوع سيد الوزير يدفعني للحديث عن مسألة الدعم. التوانسة أيضا خايفين من مسألة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، شنو تجمد قولنا في هذا المجال؟ هل هناك توجه تدريجي ربما في مسألة رفع الدعم؟ وباش نجيك بعد إذنك بعد قليل لمسألة صندوق النقد الدولي في علاقة بالجانبين. أول حاجة نحب نطمن التوانسة، رو ليس هناك توجه اليوم لهذه الحكومة لرفع الدعم. نحب نطمن التوانسة، رو الوثيقة اللي قدمناها لصندوق النقد الدولي تم نشرها على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، رو هناك شفافية تامة، وهذا تعهد والتزام من الحكومة ومن السيد رئيس الجمهورية بمصارحة الشعب التونسي بجميع التفاصيل، لأنه لا يمكن أن ينجح البرنامج الوطني للاستقرار الاقتصادي والمالي والإصلاحات بدون شفافية وقبول شعبي. نعم.
وهذا كان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ المباحثات التقنية أنه راو نصارح الشعب التونسي وصندوق النقد الدولي ثمن هذا التوجه، لأنه قال هذا دليل على أنه هذه الحكومة صادقة في برنامجها وأنها ستكون لها القدرة على تطبيقه وعلى إنجازه. وبالتالي في هذا البرنامج الوطني للإصلاحات ليس هناك برنامج لرفع الدعم. واضح وصريح يعني هذا التوجه. واضح وصريح، وإنما ماذا سنفعل في هذه الحكومة؟ نحن اليوم سيناجح، خليني نتكلم بلغة شعب باش يفهمها شعب التونسي، هذا هو قاعدين نجيبه في مواد استهلاكية وندعمه فيها في السوق التونسية، أصبحت سومها في المتناول وأصبح هناك ناس يتاجروا فيها، ياخذوها رخيصة من تونس ويسوقوها حتى في التصدير بأساليب غير قانونية. فنلقاو رواحنا مثلا على سبيل المثال في تونس قاعدين نتجاوزوا في المواد اللي قاعدين نوردوا فيها اللي هي تكفي الشعب التونسي، قاعدين نجيبوا أكثر منها نحطوها في الأسواق وقاعدة تتسحب من السوق ويتم تسويقها في أسواق أخرى. فشنية قلنا؟ قلنا أحسن حاجة نعملوا منظومة تكون رقمية، نفتحوا الباب لجميع المواطنين التوانسة اللي يعتبروا أنهم عندهم الحق في الدعم باش يسجلوا فيه، ثم كل مواطن تونسي يسجل، بتبيع العائلات يعني مش كل فرد في العائلة لكن العائلات، ثم بعد كي تحضر المنظومة هذه نفسروها تولي كل عائلة تاخذ نصيبها في الدعم مباشرة، وهكا بتمويل مباشر، وبالتالي يصبح عندنا الإمكانية أنه نضمن أنه الدعم يمشي مباشرة في جيب بتاع الشعب التونسي وما يمشيش للمضاربة وما يمشيش للتصدير وما يتمش استعماله في غير محله. وهذا باش يخلينا نربحه أكثر من مبلغ ثلث الدعم. عليش؟ خطر اليوم أكثر من ثلث الدعم قاعد يتم سيناجح تهريبه. فهمت سيد الوزير، لهنا بعد إذنك لهنا معناتها الناس تسأل فلوس بطبيعة، مش يكون مش يتصب فلوس للمواطنين، عندكم شي فكرة تقريبا عن هذا الهامش المالي الذي ربما سيدفع في شكل دعم للمواطن؟ هو شوف يا سيناجح، كما قلت لك احنا الإحصائيات متاع وزارة التجارة اليوم اش تقول؟ تقول اللي نحن الميزانية متاع الدعم متاعنا فما ثلث منها قاعد يخرج خارج الجمهورية وما يمشيش للمواطن التونسي لغير مستحقين. غير مستحقين، يعني الأموال هذه قاعدة تنفق هي، لكن احنا اش نحبوا تو؟ نحبوا يولي يمشي للمواطن التونسي، يعني كل عائلة تونسية باش يكون عندها نصيبها في الدعم. المقصود هو كل عائلة تقريبا المبلغ المالي كم؟ حسب أفراد العائلة، خاطر باش تولي ثم مقاييس. بالطبيعة ثم مقاييس، كل عائلة شنو يلزمها حسب الأسعار اللي باش تولي موجودة في السوق. واضح. وكل عائلة باش تاخذ حسب المقاييس الموضوعية اللي تستحق له. هذا سؤالي. هو هذا باش يمكننا من أنه الدعم يذهب مباشرة إلى مستحقيه، وباش يوفر لنا جزء كبير من الأموال اليوم قاعد تمشي للدعم قاعدين يستغلوا فيها المحتكرين والمهربين، واللي شنو باش تصير الاموال هذيك؟ باش تمشي للصحه، باش تمشي للتربيه، باش تمشي للبنيه التحتيه، باش تمشي للاستثمار، باش تمشي في تحسين مناخ العيش وظروف العيش نتاع المواطن التونسي. وفما حاجه اخرى سي ناجح نحب نقولها بايجاز. نحن اليوم عندنا تكلفه كبيره في المحروقات، وكما يعرفوا التوانسه نحن المحروقات مش فقط في السيارات وفي وسائل النقل لكن كذلك في التنوير اللي عندنا في ديارنا، في الكهرباء، كله بالمحروقات. اليوم عندنا خطة أنه من هنا إن شاء الله الثلاثة سنوات قادمة باش نوليو ننتجوا 30% ولا 35%. وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عندها الأرقام الحقيقية من أكثر 30 ولا 35% مخطط الشمسي. نعم. من الطاقة اللي نستهلكوها من طاقات متجددة. بالضبط. وهذا باش يخلينا نربحوا 30 ولا 34% من التكلفة متاعنا اللي هي باش توصل تقريبا 900 مليون دينار. كذلك تلك الأموال اللي اليوم هي قاعدة تنفق بالعملة الصعبة في دعم المحروقات باش يتم توجيهها للاستثمار. وانت تعرف سي ناجح وقت اللي تستثمر أموال تخلق الثروة. هذا هو. هذاك علاش راهو اليوم نحب نقول نختم بهذه الفكرة، هذاك علاش راهو البرنامج اللي قدمته الحكومة اللي انت قلت باش نجيو عليه تويكا راهو القاء استحسان كبير واعتراف من عند صندوق النقد الدولي، لأنه على 4 ولا 5 سنوات باش يرجع إلى خلق الثروة وتصبح تونس قادرة باش تعيش بما تنتجه وتخرج شيئا فشيئا من التدين. نعم. سيد الوزير، لهنا أنتم مسؤولين على قطاعين مهمين كبار برشا في الحقيقة،
وفي نبقى في إطار هذا البرنامج الحكومي الذي أعلنته الحكومة، قطاع التشغيل وقطاع التكوين، هات نبدأ ساعة بنسبة البطالة اللي هي الحقيقة تراجعت شوية في الفترة الأخيرة، لكن شنية برنامج الوزارة في مجال دفع التشغيلية وخلق مواطن الشغل؟ ثم برشا ناس عاطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العليا، من المتكونين، من اللي هم بعثوا مشاريع وربما فشلوا فيها لكن التحقوا بصفوف العاطلين. أعطينا برنامجكم سيد الوزير في مجال التشغيل أولا ثم نمشي للتكوين. باهي سي ناجح، شكرا جزيلا على هذا السؤال، لأنه هذا الحقيقة في جوهر مسؤوليتي اليوم. أنا نحتاج أني نفهم المستمع شنو عملت في وزارة التشغيل والتكوين المهني منذ تحملي للمسؤولية. أول شيء عملناه قمنا بتحليل للوضعية، نلقاو نسبة بطالة مرتفعة كانت 18.7%، نلقاو كل عام يتخرجوا لنا 60,000 طالب إضافي يلتحقوا بسوق العمل، يتخرجوا من التعليم العالي، كل عام يتخرجوا 20,000 من التكوين المهني، وكل عام عندنا 100,000 تقريبا منقطع عن الدراسة باستثناء السنة الفارطة سنة 2021 اللي انخفض فيها الرقم إلى 68,000 تقريبا. وهنا نحب نقول اللي راو الـ100,000 اللي انقطعوا عن الدراسة منهم تقريبا 60,000 يلتحقوا بالتكوين المهني بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومنهم تقريبا 10,000 يرجعوا للتعليم الخاص، ويقعدوا منهم تقريبا 30,000 اللي نحتاجوا اليوم نعملوا لهم خطة حقيقية باش نواصلوا الإحاطة بهم. ونحن شرعنا مع وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التشغيل والتكوين المهني، والمجتمع المدني في إحداث 4 مدارس للفرصة الثانية، واحدة في تونس العاصمة، واحدة في ولاية أريانا، واحدة في ولاية القيروان، واحدة بصدد الإحداث في جابس. وهذه الكل باش تكون عندها المهمة أنها ليس فقط تشتغل على الإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة وإعادة توجيههم يا أما للمدرسة وإلا للتكوين المهني، بالعمل على الأسباب اللي دفعتهم للانقطاع المدرسي وبمحاولة إزالتها بالمرافقة، لكن كذلك على الوقاية، وبش يكون فما إخصائيين اجتماعيين على مستوى الجهوي اللي توصل لهم المعلومات أول بأول على التلامذة اللي مهدين بالانقطاع المدرسي، وتم الإحاطة بهم ومرافقتهم والتواصل مع عائلاتهم قبل الانقطاع، لأنه الوقاية خير من العلاج. نعم. وزارة التربية تشتغل كذلك على مراجعة الوقت المدرسي حتى يصبح للتلميذ وقت أكثر أنه يرفع عن نفسه، وأنه يكون عنده أنشطة رياضية، وأنه يكون عنده متنفس، ومراجعة كذلك الكتاب المدرسي اللي إن شاء الله في سنة 2024 تلامذتنا باش يدخلوا بكتب جديدة في التعليم الأساسي اللي عندها أكثر من 20 سنة ما تراجعتش. قاعدين نخدموا كذلك مع التعاون الدولي على مدرسة الفرصة الجديدة في سوسة، واليوم في الوزارة كان عندنا اجتماع بهذا الخصوص، وهذا الكل هدف متاعه هو مرافقة المنقطعين عن الدراسة. حاجة أخرى نحب نقولها سي ناجح، نلقاو مشكلة أخرى اللي فما بطالة حادة لدى العنصر النسائي، وهذاك علاش يلزم مرافقة خصوصية للعنصر النسائي، لأنه على الرغم من التفوق الأكاديمي والمدرسي للعنصر النسائي في تونس اللي يحتل المرتبة الأولى ويحتل في بعض الأحيان أكثر من 70% في الوجود في الجامعات وفي بعض الاختصاصات، اللي إلا أنه اليوم هناك بطالة حادة للعنصر النسائي اللي نحن سيناجح خدمنا عليه بطريقة موضوعية. شنو عملنا؟ جينا قلنا في مرحلة أولى باش نشتغل على رفع القيود أمام المستثمر، لأنه أول حاجة تعاوننا نحن في وزارة التشغيل وقت يبدأ فما استثمار شنو معناه؟ فما مشاريع جديدة تتحل، وكي تتحل مشاريع جديدة تخلق مواطن شغل. فشنو عملنا؟ نحن ولينا عملنا خلية تاع إحاطة بالمستثمرين، ولينا نخدمه مع وزارة الاقتصاد والتخطيط مع الهيئة العليا لتنمية الاستثمار الخارجي ومرافقة المستثمرين على تذليل جميع الصعوبات الإدارية والبيروقراطية والتراخيص وما إلى ذلك، باش نستقدموا أكبر عدد ممكن من الاستثمار. ونجحنا في الأرقام الرسمية 1377 مليون دينار إلى حد شهر جوان بزيادة تقدر ب 434% في الاستثمار. هذا خلينا نحقق زيادة ب 2.4% في الناتج
المحلي الإجمالي، ثم موقفناش غادي، رفعنا في التمويل الموجه للمؤسسات الصغرى ب 13.5% ب 3684 منتفع إضافي، وهذا خلانا نشوفوا انخفاض في نسبة البطالة. شفت كيفاش تشجع الاستثمار، ثم تشجع تمويل المؤسسات الصغرى، ثم ترفع القيود والبيروقراطية وتحسن مناخ الأعمال. ديناميكية متكاملة، الديناميكية ذاتها هذا مهم جدا. شغل تلقى النتيجة طيب اللي خرجت لك انخفاض في نسبة البطالة. هذا مجهود لازم يتواصل، لكن مش وحده، مع أشياء أخرى كي تفسح لي المجال نطلعك عليه. طيب احنا مازال عندنا 5 دقائق سيد الوزير، مهم جدا ما تفضلت به من معطيات. في الحقيقه اختم معكم بسؤال حول التكوين المهني. الصالون الوطني للتكوين المهني كان نجاح باهر لهذا الصالون في الحقيقه. ما هي النتائج التي افرزها هذا الصالون؟ اهم حاجه سينجح بايجاز، نظمنا الدوره الاولى من المعرض الوطني للتكوين المهني. الفكره شنو كانت؟ انطلقنا في البدايه بمعارض في الجهات في عديد من مناطق الجمهورية، وعندنا مهرجان نتاع التكوين المهني اللي فيه أنشطة رياضية وغير أكاديمية وموسيقية وفنية وما إلى ذلك، لتحسين صورة التكوين المهني وتقديمه كمسار نجاح اللي يمشيله يلقى فيه استقرار ويلقى فيه راحة بالنسبة لمستقبله ويلقى فيه مكانه في سوق الشغل وينجم يفكر في أريحية في خطة نتاع كارير نتاع مستقبل نتاع أين سيذهب بهذا التكوين. ثم بعد ذلك قلنا الآن لازم يكون فما تظاهرة وطنية على المستوى الوطني تجمع جميع المتداخلين من القطاع الخاص والقطاع العام، وهنا نحب نثمن ونأكد على الشراكة مع القطاع الخاص، لأننا قمنا بتنظيم هذا المعرض بحرص شديد مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لسببين. السبب الأول هو أنه عندهم دراية بمواطن الشغل المتوفرة واللي ستتوفر في المستقبل، ثم كذلك يعاونونا كثيرا جدا في التكوين المهني، لأنه العدد اللي استقبلوه في مراكز التكوين المهني الخاص ساعات يفوق العدد اللي نستقبلوه في مراكز التكوين المهني العمومي. نعم. وفرنا المعلومة للشباب من كامل تراب الجمهورية، وخصصنا حافلات باش نجيبوا أكثر من 200 شاب يوميا من داخل مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى رحلات في الحافلات من وسط المدينة إلى معرض الكرم، حتى يجي الشاب للمعرض ويلقى في نفس المكان تكوين المهني ويشوف تجارب ويلقى شكون يجاوب على الأسئلة. علاش؟ خاطر في البرنامج الوطني للإصلاح سيناجح أهم نقطة هي الموارد البشرية الكفأة المتكونة المختصة. كيف باش تعمل اقتصاد ومؤسسات وتكون عندها تنافسية وتفوز بأسواق وانت ما عندكش موارد بشرية تمكنك من توفير مناخ نتاع استثمار؟ مهم جدا. ان شاء الله في فرصه قادمه، فرصه قادمه نتوسع في هذا المجال نتكلموا صحيح على التكوين المهني وعلى التشغيل، على خاطر فما رساله حبوها توصل للشباب اللي اليوم الفرصه في التكوين المهني للنجاح والفوز بفرصه عمل ممتازه وفيها افاق وفيها مستقبل هي اليوم فرصه كبيره جدا. شكرا. التكوين المهني راه مسار نجاح وثنية نجاح وثنية خدمه واثنية تميز. أيضا لابد أن أختم أيضا أنا وسأعود إلى هذا الموضوع بالتأكيد مشاهدين الكرام، مسألة هذا الاتفاق المبرم مع هياكل مهنية فرنسية من أجل بعث 4000 تقريبا مختص في السياحة إلى باريس ومختلف المدن الفرنسية، في الحقيقة عقود عمل محترمة أمنتها وزارة التكوين المهني والتشغيل لهؤلاء الشبان لتحسين الحياة وكذلك لتحسين المستوى مستوى العيش. سنعود على هذا الموضوع إن شاء الله، لكن نواصل معكم في الفقرة الختامية فقرة الكوتشينج، ما هو الاختصاص الأنسب في الحياة الجامعية مع دكتورة ليلى بن مليك. إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا دكتورة ليلى بن مليك. فرصة باش نشوفوا زادة في 3 دقائق الحقيقة كيفاش الطلبة ينجموا يختاروا التخصص الجامعي المناسب. تفضل مرحبا بك. جيسو ممكن نحكيوا احنا على الاختصاص في الجامعة راه باش يكون أول باب للنجاح في سوق الشغل. حكينا المرة اللي فاتت عن نجاح في الشغل مربوط بالحياة حياة الطالب والاختيار راه عنده أهمية كبيرة. علاش؟ خاطر الاختيار يقوم على بعض الاسس اللي هي اول حاجه الطالب ماذا بيه
يتمكن من تحديد الميولات نتاعو والمهارات نتاعو، وين نحب نمشي، شنو هي حاجه الرغبه نتاعي، وين متوفره. زاد كيف كيف تحديد القدره، شنو هي القدرات نتاعي، والقدرات نتاعي اسونسيالمون على حسب زاد الشخصيه نتاعي، شنو لي كومبورتمون اللي عندي اللي يعاونوني في الحياه العمليه من بعد، شنو هي الفرص المتواجده سورتو معناها على حسب السكور نتاعي وعلى حسب النجاح نتاعي، معناها شنو الاختيارات المتواجده. والحاجه الرابعه اللي لازمنا نشوفها هي الدراسه بالنسبه لسوق الشغل، شنو المتوفر فيها. نعم دكتوره لهنا، احنا برنامج اقتصادي في نهايه الامر، ثم شكون مغروم بالماليه وبالتصرف وكيفاش ربما مش نقولوا احنا ناثروا عليهم، لكن هل هناك ربما سبل نجاح في هذه الاختصاصات؟ اكيد فما، خاطر ديما احنا توا كل سواء المشروع كل سواء شنو هي الخدمه ولا المؤسسه، راهو فما ديما الجانب المادي اللي موجود والطلب ديما اللي موجود، قد معناها ما فما اكثر مؤسسات ومشاريع كيما راهو الطلب بالنسبه للتصرف، معناها الاختصاصات التصرف موجوده اللي هي اختصاصات واعده. نعم الحاجه اللي نحب راهو نشير لها راهو في الاختيار، ماذا بيه الحاجه تكون متوافقه مع شخصي انا، فما سوق الشغل شنو اللي موجود، مي فما انا رغبتي اللي تجم تكون راهو ماهيش اللي ظاهره اللي يلزمني نعرفها. نقول انا الرغبه نتاعي وين، الميول نتاعي وين، الهوايه نتاعي، الحاجات اللي تتماشى مع شخصيتي. ونحكي زاد على القدره راهو نحكيو على طريقه دايوغ، هوني الالوان تشير الى الانواع الشخصيات، خاطر كل شخصيه وشنو هي القدرات اللي متوفره في التصرف نتاعه وفي المحيط زاد نتاع العمل. شكرا. هذونا حاجتين نجموا نلقاوهم راهو نجموا نتعرفوا عليهم باستعمال زاد اليات معناها ميزور سيونتيفيك نجموا نوصلوا لهم، والحاجه الاخرى نشوفوا الحاجات اللي وصلنا لهم على حسب الميزور هذايا، نشوفوا الرغبه القدره الفرص العمليه حسابيه تخرجنا ربما واحنا شنو الحاجات الاختصاصات اللي موجوده ونخرجوا. شكرا. عندي اكثر صحه دكتوره ليلى بن مليك، اعطيتنا يعني سبل هكا للنجاح. نمشي معنا مباشر بعد شويه المجله الطبيه، هذا الموضوع ياسر ماذا بيه وحدك تتعمق فيه اكثر في شخصيه الطالب. بحول الله ان شاء الله. ان شاء الله نمشيو مشاهدينا الكرام في دقيقه للمؤشرات، نحبوا نعرفوا الدينار قداش اليوم. نشوفوا صرف الدينار التونسي 3.063 بالنسبة للدولار و 3.187 بالنسبة للأورو. نمشيو لمؤشر بورصة تونس، ارتفع ب 11.0%، الإغلاق عند النقطة 7494.45. أسعار النفط 107.845 بالنسبة للنفط الخام، نفط برنت 111.71. نمشيو لأسعار الذهب، السعر بالدينار التونسي 132.49 بالنسبة للغرام عيار 18 و 176.66 غرام ذهب عيار 24. سيد الوزير نعطيك كلمة في دقيقة، تفضل عندك شي ميساج في الأخر. والله نحب نطمن الشعب التونسي اللي راهو المسار مع التفاوض مع صندوق النقد الدولي سينطلق قريبا جدا، وفما اخبار اليوم منشوره على الانترنت على اقتراب موعد قدوم ان شاء الله وفد من البنك من صندوق النقد الدولي الى تونس للانطلاق في التفاوض، وان شاء الله نحن سنعلن رسميا على هذا الخبر قريبا جدا، وان شاء الله هذا باش يكون ان شاء الله انطلاقه جديده للاصلاح، اصلاح الاقتصاد التونسي واعاده هيكله الاقتصاد التونسي ان شاء الله لخلق مناخ عيش كريم وخلق ثروة حقيقية ينعم بها الشعب التونسي إن شاء الله. أخبار مهمة في الحقيقة في هذه الحصة، برشا معلومات سيد الوزير، يعطيكم الصحة وإن شاء الله ترجع معنا في أكثر تفاصيل بالتفصيل في القطاعات الاستراتيجية التي تشتغل عليها الحكومة التونسية. مشاهدينا الكرام، شكرا لكل الفريق التقني والفريق الصحفي، إلى اللقاء في حلقة قادمة.